حسن داعيكم حضور زفتي من أعلى التراب عرس المنية نوحي وعزية بالغاضرية بالغاضرية ليلة يدعوكم إمام حجة الله الحسن للحضور بكربلاء وزفتي ولده بجفن ام شفتو كل هذا الدهر عريس مقطوع النحر بس بني هاشم تختلف عريسهم صاير وذار دعولي بطف كربلاء واجبين لبيهكم عالشهيد البيلعران طش لمو مدمع عيون هاي المسيح نوحي وعزية بالغاضرية حسن داعيكم حضور زفتي من أعلى التراب عرس المنية نوحي وعزية بالغاضرية بالغاضرية يا شبابي الراد يسأل عالزمان وعالمكان كربلاء بيوم عاشر الظهور بعد الأذان رايحي لمو عرس لا بي فرح لا بي ونس عريس بي بس بالاسم عالغبر مرمي بالشميس وبيخدود النجوم واسمه جسامي الضوء اي مقطع وما بيقوم عالتراب بنينا يا للرزية نوحي وعزية بالغاضرية ويلي بالغاضرية حسن داعيكم حضور زفتي على التراب عرس المنية نوحي وعزية بالغاضرية بالغاضرية سيدي الشبان أرسل دعوة إلنا من البقيع للحضور الزفتي من المنحرة بالطاف قطيع واقع على الدعوة دمع من عينب مي المنفجع خل نقصد الطف كربلاء مو شمع نعلق لغلي عن كرامهم والعطال تحكي بيها الناس هال للضيوف بكربلاء ماكو عيدهم حتى ماي على اهل العطية نوحي وعزية بالغاضرية حسن داعيكم حضور زفتي من أعلى التراب عرس المنية نوحي
راتب بالنهاية الرايدي قدمي العزاء مو اللي قدمه يقدمه العم سيدي الشهداء رباه عمه وكبره والعم فدوة منحره الواساني بي قاسم صديق ممنون له واتشكر اي والله ما في ايكم قصور يا الحضارة الفاتحة ما تروح لكم اجور عالبجي وعالنايح اي القضية نوحي وعزية بالغاضرية بالغاضرية وعيد النحور يلا قوم يا شباب حسن داعيكم حضور زفتي